طموح يضم الجميع ومحبة تلقي بظلالها على بلاد العرب جميعاً. عالمنا العربي مليء بالبطولات والقصص البطولية، من القاهرة لعمان ومن بغداد لبيت لحم. وجعنا واحد وهمنا واحد وفرحنا واحد، نفرح لبعض نزعل لبعض. استمر الحلم واستمرت الحكايات. كان الأوان أن تعود تاني الوحدة العربية الفنية. نتواصل ونتصل، نتفق ونختلف، ونصل دائماً لنقطة التقاء. مسألة القدس وأرض فلسطين هي بالنسبة للعرب والمسلمين عقيدة. بدأنا كالكثيرين وواصلنا كالمكافحين، كان طموحنا بيتاً للكل، فكبر الحلم وصار وطناً كبيراً يساع الكل. البيت الواحد والقعدة الواحدة، المذيعين اللي من مختلف البلدان العربية. حلقات ونقاشات، ضيوف وتقارير، ضحكات ودمعات، جميعها في ضيافة بيت واحد وتحت مظلة بيت واحد. حياتنا بجد الناس البسطاء في كل العالم العربي والأشياء الجميلة اللي بتجمعهم. أهلاً وسهلاً بكم دائماً في بيت للكل. بيت للكل، الجمعة 11 مساءً على قناة مصر الأولى.